لأن الزوجة أحيانا في كثير من الحالات، وهذا لا يستطيع أحد أن ينكره، قد تتمرد. لذلك من الوسائل الناجعة أن يهجرها زوجها في المبيت. ولذلك قالوا إذا ما استعمل الزوج هذه الوسائل من شأن ذلك أن يضبط سلوك الزوجة. الأمر الآخر والذي يعاب علينا موضوع الضرب. أولا الضرب هو ضرب غير مبرح، وكما قال الفقهاء هو أن يضربها بمنديل. البعض قال طب ما الفائدة من ذلك؟ قال لك يا أخي القضية قضية علاج نفسي وليس قضية أمر حسي، يعني أن تضرب. قال لأنه الزوجة إذا شعرت أن زوجها رفع يده فقط عليها تتأثر إذا كانت من ذوي الإحساس الكبير. لذلك لا يفهم أحد أنه يجوز أن تضرب الزوجة بالعصا، أن ينزل دمها، أن تضرب على وجهها، إنما هو إشارة فقط على اعتبار أنك أيتها الزوجة أصبحت بحاجة إلى الضرب، ولذلك لا تحوجيني مرة أخرى.